بالقرب من شاطئ مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، يحرص الكثير من هؤلاء المواطنين على اصطحاب أسرهم إلى هنا لقضاء إجازة العيد رغم المنغصات المتعددة. المهرين قصى الكثير من المشاريع هذه الاستثمارية، المتنفسات، المنتزهات، الحدائق العامة، يعني الناس في ضيق، في حرب، في كذا، في غلاء، يعني يحتاجوا إلى متنزهات، إلى حدائق، إلى يغيروا الجو، يعني يحاولوا أنهم يشعروا أنفسهم بالسعادة. بعث البهجة والسعادة والترويح عن النفس خلال أيام العيد مهمة صعبة بالنسبة للكثيرين هنا، خصوصا مع انعدام المتنفسات. نحن اليوم أتينا إلى هذه المدينة يعني كمنتزه الوحيد، المتنفس الوحيد لمحافظة المهرة الذي ينقص مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء ينقص المحافظة هذه بالذات، تتنفس، أن تخرج أنت وعائلتك وتستريح وترتاح. هذه المحافظة تحتاج إلى الكثير من هذه المشاريع. يعد هذا المتنفس الوحيد الذي يأتي إليه العشرات، وما زال يفتقر للكثير من وسائل الترفيه والخدمات الأساسية. شعوري ممتع جدا للغاية، حتى إخواني طلعت أنا وإخواني كامل، ولا بقي واحد داخل نشطون، وهذا هو مشروع ما شاء الله، يعني تشعر بالراحة في أيام العيد، بدأت في أيام العيد خاصة وفي باقي الأيام، يعني يزيد من فرحة العيد ومن الفرحة بالأطفال والأولاد. أما هؤلاء فقدموا إلى هنا لحضور المهرجان الجماهيري الفني والترفيهي الأول في المدينة، والذي سيستمر لمدة 3 أيام على التوالي. خرجنا لهنا عشان الفنانة الكبيرة ماريا قحطان نحضر حفل افتتاح حفل الناجحي الافتتاح في مدينة ماريا قحطان، وعشان نتنفه ونعيش الأجواء شوية كذا. يقدم المهرجان عروضا ترفيهية متعددة في ألعاب الخفة والمسرح والمسابقات والجوائز النقدية. ليالي أيام العيد يستمر بعض المواطنين من سكان المدينة مع أسرهم أيضا في ارتياد المكان والاستمتاع بفعاليات المهرجان الجماهيري الأول وقضاء أوقات بهيجة. ياسر محمد لبرنامج صباح بلقيس، المهرة.